عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قلت جعلت فداك. الراوي يقول للإمام الباقر: إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت، فإذا واحد نايم حصته تروح. فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة. واحد ينام بين الطلوعين لو ما ينام، رزق المقسم يوصل، ولكن ولله تعالى فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الرزق المقسوم يوصل للإنسان، ولكن هنالك مزيد، هنالك فضل. فإذا واحد نام بين الطلوعين يحرم من ذلك الفضل، مثل ما هي عادتنا احنا كلنا، يعني غالبا ننام بين الطلوعين. واحد يقوم يصلي صلاة الصبح دقيقتين وبسرعة يروح ينام، هذا يفوت على نفسه فضل الله، غير القضايا اللي الأطباء يقولوها. راجعوا الكتب الطبية شوفوا الاستيقاظ بين الطلوعين شنو فوائده، ماذا يصنع بالبدن. حتى الناس اللي مصابين بأمراض الكلية الأطباء يقولون لا تنامون بين الطلوعين، لأن النوم بين الطلوعين يثبط الكلية، والاستيقاظ بين الطلوعين ينشط الكلية. هذا فائدة من فوائده. ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله سبحانه: واسألوا الله من فضله. ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. واحد بين الطلوعين يذكر الله، هذا أفضل من أن يسافر هنا وهناك بحثا عن المال أو الرزق.